هيا بنات، لو عندك مشاكل في الكوع او الركبه وعندك سواد وجلد ميت كملي الفيديو. هنعمل التقشير في حركات دائريه على بشره نظيفه طبعا، ونكون غسلين ايدينا كويس وكوعنا كويس من 3 ل 5 دقائق في كل ايد، ونسيبه على الايد شويه لمده 5 دقائق تانيين، وبعدين نشطف بميه فتره ونحط المرطب. الترطيب بشكل يومي مهم جدا. هيا بنات، البنات اللي عندها مشاكل في الكوع او الركبة، الماسك ده حلو جدا في التفتيح والترطيب. هنفرد الماسك على ايدينا طبعا على بشرة نظيفة، وهنسيبه لمدة 20 ل 30 دقيقة، وبعد ما ينشف قبل ما نغسله هنفركه في حركات دائرية ونشطفه بماء فاتر، بعدين نحط تلج او تونر ومرطب. هيا بنات، اسكراب لتفتيح الايد، معلقة سكر، بيكربونات الصودا، وعصير الليمون. هنخلط المكونات مع بعض، وهناخد قشرة الليمون اللذوذة بتاعتنا ونبدأ نعمل تقشير لإيدينا في حركات دائرية من 3 ل 5 دقايق، وهنركز على عقل الصوابع وعلى كمان الأطراف بتاعت الصوابع. هنسيب كمان الخليط على إيدينا لمدة 5 دقايق، ونشطف إيدينا بمية باردة ونحط مرطب وبس. والله